ناشط آخر يوثق المنطقة المحيطة بملعب كربلاء الدولي ويتساءل كيف ستمر الفرق الدولية من هذا الطريق والأنقاض ملقاة في المكان ومتناثرة حول الملعب، ولماذا لا يوجد اهتمام بالملعب والطرق المؤدية إليه في الوقت الذي يريدون فيه استضافة بطولات دولية؟ الزيادة في المقطع الآتي. السلام عليكم. ملعب كربلاء الدولي هذا وضعه حاليا، هذا الانقاض، قالوا على اساس اكو حمله، طبعا كان منشور واحد على مود الصور، جو يوم واحد وراح. هذا الشارع الوحيد اللي تمر به سيارات الضيوف، يعني اذا صارت هنا غرب اسيا الضيوف يجون من هذا الشارع وعلى هالانقاض. هذا الشارع الوحيد طبعا يؤدي على الملعب، هذا الملعب قدامكم وهذا ملعب التدريب. انا صاعد على الانقاض، يلا زق لي تصور. طبعا الصور اللي نشروها قبل فترة تصير خلف هذا السياج، كانت زبل قليلة شالوها بعد ما